من نيويورك ينضم إلينا المحلل السياسي أحمد فتحي. سيد أحمد، هل الأزمة السورية هي من تأتي بتعقيداتها إلى لبنان، أم أن قوى لبنانية هي من تزج بنفسها في دوامة الأزمة السورية وبذلك تستجلب حرائقها إلى الداخل اللبناني؟ الوضع في سوريا والوضع في لبنان هو معقد من الأساس. يجب ألا ننسى أن سوريا كانت تحتل لبنان لعقود منذ دخول قوات الردع العربية في عام 1575، ولم تخرج إلا منذ سنوات قليلة. فبالتالي امتداد الصراعات الموجودة حاليا في سوريا إلى لبنان هو نتيجة طبيعية ومنطقية ومتوقعة، وسبق أن نوهت عن هذا الخطر على قناة روسيا اليوم أكثر من مرة، أن أول الدول التي مرشحة لامتداد الصراع السوري هي لبنان والعراق. فبالتالي فنحن ما نراه كان متوقع منذ البداية. وفي حالة عدم وجود حكومة قوية ومؤسسات أمنية وقوات مسلحة قوية في داخل لبنان تستطيع أن تحافظ على السلام الداخلي، فإننا سنرى المزيد من تطور هذا الموقف في إطار الكانتونات والمربعات والجبال والتلال والهضاب التي تسيطر عليها كل فريق بغض النظر عن انتمائه. هذه النقطة. النقطة الأخرى أن الجيش اللبناني لا يوجد لديه لا الاستعداد من ناحية التسليح ولا الأفراد لفرض سيطرته على مدينة طرابلس، لا أقول على كل التراب اللبناني، ولكن يوجد لدينا ميليشيات تنتمي إلى حركات سياسية متنوعة تمتلك العتاد والرجال والأموال التي تأتي إليهم من الخارج لاستمرار هذا الصراع وتشكيل ورقة ضغط على الداخل اللبناني. طيب، بين الفرقاء اللبنانيين لا نرى تلاحما يحاول وضع بلسم على الجرح النازف في طرابلس، وكل ما نسمع هو اتهامات متبادلة. هل هذا يؤكد مقولة البعض إن الساسة اللبنانيين خبراء في إشعال الأزمات لكنهم عديمي الخبرة في إطفائها؟ أنا أتفق مع هذه، أنا لم أسمعها من قبل، ولكني أتفق مع هذه المقولة 100%. الداخل اللبناني والحياة السياسية اللبنانية تقوم على صراع الفرقاء. لا يوجد وحدة، لا عضوية ولا لحمة وطنية يستطيع اللبنانيون أن يلتفوا حولها. هذا هو واقع لبنان منذ السبعينات إلى يومنا هذا. يجب التعاطي مع الأزمة السورية من داخل سوريا نفسها، ولكن بكل أسف بعد تأييدنا المستمر والمتواصل لحق الشعب السوري في أن يقرر مصيره، نرى اليوم الفرقاء والفصائل المعارضة المختلفة، حيث أننا اكتشفنا أنهم لا يمثلوا جسد متناسق واحد، يخرج كل واحد منهم بموقف بما يساهم في إضعاف الثورة السورية. كان أمل الثوار والمعارضين في حال وجود كوفي عنان أن يجلس النظام السوري معهم للتفاوض. الآن نسمع آراء غريبة وشاذة أنه لا يوجد تفاوض قبل استقالة ورحيل الأسد، فهو شبيه بما كان يحدث في مصر في بدايات القرن العشرين، أنه لا تفاوض إلا بعد الجلاء مع المحتل البريطاني. فهذه نوع من عدم الحصافة السياسية بكل أسف. طيب، هل يمكن ربط ما يحدث في شمال لبنان بقضية الوزير الأسبق ميشيل سماحة، أو ما تردد في الأيام الأخيرة عن الأجنحة العسكرية لبعض العائلات؟ الأجنحة العسكرية والميليشيات هي واقع من طبائع المجتمع اللبناني. هل عندك عائلة جنبلاط لديها ميليشيات، عندك عائلة سماحة لديها ميليشيات. ربما السياسيين السنة كان لديهم اتجاه في السبعينات والثمانينات والتسعينات بعدم الاتجاه إلى الميليشيات، ولكني لا أستبعد أن حتى تتحول هذا. عندك على الجانب الماروني عائلة الجميل لديها ميليشيات. فبالتالي لبنان بلد معقد، وكنا نأمل أنه في خلال الفترة السابقة أن يستعيد هذا البلد الجميل أنفاسه ويتجه بقوته وطاقته إلى إعادة بناء الدولة اللبنانية، ولكننا بكل أسف الموقف هش وينفجر عند أقرب مصدر للاحتكاك كما حدث في سوريا وإنعكاساته على لبنان. لكن كيف الدولة يمكن؟ الثانية لكن كيف يمكن؟ الدولة الثانية المرشحة أكمل الفكرة، معلش عفوا تفضل أكمل فكرتك لأن نريد أن نقاطعك. الدولة الثانية
الدولة الثانية المرشحة بقوة لامتداد الصراع السوري إلى داخلها هي العراق. وهذه يعني أنا أعتقد أن العراق في موقع أكثر حساسية من لبنان. أعلنت منظمة الأمم المتحدة المفوضية العليا للاجئين UNHCR أن عدد اللاجئين السوريين يصل إلى 200,000، من ضمنهم حوالي 78,000 في تركيا وحدها، وحوالي 30,000 في لبنان، وحوالي 40,000 في العراق. فهذا مؤشر خطير جدا، ويجب على العراقيين أن ينتبهوا وألا ينساقوا إلى هذه الصراع اللانهائي. طيب كيف يمكن إبعاد لبنان عن أن يكون ساحة خلفية للأزمة السورية؟ أم أن لا مفر للبنان من أن يكتوي بأتون الحرب الدائرة الآن على الأرض السورية؟ هل يمكننا أن ننتزع جين التجارة والسياسة من المجتمع اللبناني؟ بكل تأكيد لا. فبالتالي انغماس لبنان في الأزمة السورية هو نتيجة منطقية ومتوقعة منذ شهور طويلة. وأنا أدعو للبنانيين إلى إحكام العقل والتخلي عن الطائفية والتذكر كيف كان حال دولتهم إبان الحرب الطائفية. الصراع السوري هذا شأن سوري داخلي. إذا أراد لبنان أن يساعد فعليه بإيواء اللاجئين، ولكن أن ينغمس إلى صراع طائفي لن يكون هناك رابح فيه. هذا الصراع يتم تمويله من مصادر خارجية، دول خارجية، رجال الدين. أنا استمعت منذ قليل التقرير اللي كان بيتحدث عن نزول المهدي والسيد المسيح عليهما السلام. هذه هي العقلية التي نتعامل معها يا أستاذ كمال. يجب أن نتخلص من هذه الأفكار، ويجب أن يتم التفكير ببراجماتية، وأن تتخذ الدولة اللبنانية بقيادة السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء إجراءات تؤكد سيادة الدولة اللبنانية على كامل التراب اللبناني. ولا يجب أن يتم تعهيد سلطات الدولة اللبنانية لأي ميليشيات أو أي حزب أيا ما كان. من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي، شكرا جزيلا لك.